تالا ابو دبوسه وجوله في عناوين الصحافه. اهلا وسهلا بك تالا. شكرا عامر، مرحبا بك وبضيفك. تفضل. اهلا بكم مشاهدينا على هذه الجوله من عالم الصحافه، ابداها واياكم بعد الفاصل. البداية مشاهدين من صحيفة الثورة السورية، وجاء فيها توحش إرهابيي داعش والنصرة يطفح إجراما بانتقامهم من أهل حلب بقذائف الموت والدمار. دعا المعارضة لمواجهة الإرهاب بعيدا عن الانتهازية وازدواجية المعايير. المقداد، لقاء موسكو التشاوري أنتج إجماعا على نقاط لم يتم الاتفاق عليها من قبل. صلاة من أجل السلام في سوريا بكنيسة اللاتين في اللاذقية بمشاركة وفد سياحي فرنسي. افتتاح قمة تاريخية للأمريكيتين في بنما بحضور الرئيسين الأمريكي والكوبي. أوباما ولى عهد تدخلات الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية. وفي الأهرام المصرية نقرأ، طائرات التحالف العربي تقصف مقر الكلية الحربية في صنعاء. هيلاري كلينتون تعلن اليوم خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. وفي اليوم السابع المصرية وجاء فيها، داعش يخطف 120 طفلا من مدارسهم من مناطق جنوب وغربي الموصل. الثورة اليمنية، سقوط أكثر من 56 مدنيا بين شهيد وجريح جراء العدوان السعودي الغاشم على عدد من المحافظات. هيكل، العدوان على اليمن خطيئة تاريخية. ومن الصحافة اللبنانية نقرأ في عناوين الديار، عودة النشاط لخلايا إرهابية في محيط المخيمات، 1200 غارة على اليمن والسعودية نحو التجنيد الإجباري. الإمارات تتهم باكستان وتركيا بالحياد المتخاذل، ومقتل شابين لبنانيين في انفجار في بلدة حاويك الحدودية. الجيش السوري صد هجوما لقطع طريق دمشق السويداء. في الأنباء الكويتية وجاء فيها، تركيا ترسل قوات إضافية ودعما عسكريا لقتال مسلحين أكراد على حدود إيران. إيران لن نسمح بتفتيش منشآتنا، وواشنطن ترد لابد منه. من الخليج الإماراتية وجاء فيها، الجماعة تدعو أنصارها للتصعيد وتتوعد برد مزلزل. القاهرة، الإعدام للمرشد و13 من قياديات الإخوان. الحكومة العراقية تؤكد اكتمال التعزيزات لتطهير الأنبار من الإرهاب. وما جاء في الحياة اللندنية، معارك دارية في غرب ليبيا وشرقها، واشنطن تضاعف مساعدتها للقوات الفرنسية، ومصر تؤكد جهوزية قواتها للدفاع عن الأمن العربي. بالانتقال مشاهدين إلى عناوين صحافة العدو الإسرائيلي، والبداية من معاريف، نتنياهو يتخلى عن طرح قانون يهودية الدولة على الكنيسة القادم. وفيها أريتس كاتبة إسرائيلية، إسرائيل رفضت عرضا فلسطينيا بإقامة دولة على 23% من فلسطين التاريخية. وباحث إسرائيلي، حرب غزة أثبتت فشل مقولة الردع الإسرائيلية. في يديعات أحرانات، ضابط إسرائيلي نستعد لمواجهة انفجار الأوضاع في الضفة الغربية. إذن مشاهدين لهذا الصباح كانت هذه أبرز عناوين الصحف. أما الآن عودة إلى عامر واستكمال الحوار. شكرا تالا. تحدثنا في السياسة